السلام عليكم متابعي قناة اتش دي فيلم الكرام. أحياناً يجب عليك أن تترك الماضي حيث ينتمي ولا تلتفت. وبيبدأ فيلمنا النهاردة بمجموعة من القتلة بيراقبوا عربية بتكون فيها نيها وبنتها ريا، ولما بتوصل نيها قدام المدرسة عشان توصل ريا بيتكلموا مع بعض لأن ريا بتبقى خايفة من أول يوم ليها، ونيها بتحاول تطمنها. وفي اللحظة دي بيلبسوا القاتلين أقنعة وبينزلوا من العربية وبيروحوا يعتدوا على نيها وبيقوموا بضربها بعنف، ولما بتقاومهم عشان ما ياخدوش بنتها بيضربوها تاني وبتفقد وعيها. وبعد شهرين من الحادث بتكون نيها في غيبوبة وبتفوق وكان لسه واضح عليها آثار الضرب والاعتداء. وفي كشمير بيظهر روني ضابط بيخدم بالجيش الهندي وهو بيقبض على مجرمين وبيعاقبهم على طريقته، وده بيخلي العقيد بيتضايق منه لأنه بيخرج عن السيطرة. وبالليل بيرجع روني السكن اللي بيتشارك فيه مع زميله وبيعرف إن جاله مكالمات كتير لكنه ما بيهتمش، وبتشتغل رسالة صوتية جاتله من نيها اللي كانت حبيبته من 4 سنين وبتقوله إنها مش عارفة إن كان غير رقم ولا لأ، ولو سمع رسالتها يرجع يكلمها. وكان زميله سامع الرسالة فبيقوله ما يكلمهاش لأنها اختفت من غير ما تكلمه حتى، لكن روني بيطلع صورها وبيفتكرها. وبعد كده بيروح روني يطلب من العقيد أجازة بس بيرفض، لكن روني بيقوله إنه ما خدش أجازة من 4 سنين فبيسمح له العقيد بأجازة 7 أيام. وبيجهز روني حاجته وفي طريقه للمدينة بيفتكر نيها وقصة حبهم في الجامعة وقد إيه كانت جميلة وطيبة وقوية وإنهم كانوا أشهر قصة حب في الجامعة، وبيفتكر وعده ليها إنه هيفضل جنبها مهما حصل. وبيوصل روني عند نيها وبتبقى مستنياه في كافيه، ولما بيدخل بتشوفه وبتنادي عليه وبتبقى لسه آثار الكدمات على وشها، فبيسألها عن أخبارها وبيفتكر إنها عملت حادثة وبيلاقيها متوترة وحزينة. ولما بتسأله عن شغله بتتوقع يكون لاعب لأنه هو كان بيحب الكورة، بس هو بيقول لها إنه بطل كل حاجة بيحبها من 4 سنين ودلوقتي هو ضابط في الجيش. وبيتكلموا عن حياتهم وبيعرف إن عندها بنت صغيرة، فبيفهم إن عندها عيلة سعيدة وبيسألها ليه كلمته بعد 4 سنين، فبتقوله إنها محتاجة مساعدته وبتحكي له على يوم الحادث وإن ريا كانت في العربية معاها وبتحضن عروستها لما حصل لها اعتداء من ناس ما تعرفهمش وخطفوا بنتها، وبتطلب منه يساعدها يلاقوا ريا. وبيروح روني لمحل عربيات عشان يأجر عربية وبيتعرف على عثمان صاحب المكان، ولما بيعرف إن روني ضابط بيعامله بلطف وبيكون عايز يتعرف عليه، وبيرجع يقابل نيها عشان يعرف منها تفاصيل الحادثة، فبتقول له إنه محدش ساعدها ولا وقف معاها وإنها كلمته لأن علاقتهم كانت أجمل حاجة في حياتها ودلوقتي بقت ذكرى. وبتحكي له إنها سألت في كل مكان الجيران والحارس وكل اللي تعرفهم لكن محدش بيساعدها، ولما بلغت الشرطة ما حصلش حاجة وإنها كانت بتروح لهم كل شوية لكن من غير أمل. وفي يوم الشرطة جت لها البيت عشان تخليها تمضي على ورق قفل القضية لأنهم بيحققوا من شهرين لكنها بترفض، فبيقول روني لنيها إنه هيروح للشرطة معاها، ولما الشرطي بيشوفها بيقول لها كويس إنها جت عشان تمضي على ورق إغلاق القضية، وكان أسلوبه سيء وبيشوف روني ورق القضية لكن بياخدها منه الضابط وبيقول له مفيش حاجة خلاص يقدروا يعملوها. وبيقرب من نيها ولما بيشوف روني بيقول له يبعد عنها لكنه ما بيهتمش، فبيضربه روني جامد وبيضرب كل اللي موجودين معاه، ونيها بتقول له كفاية فبيهدأ. وبتيجي الشرطة اللي في المكان وبيقبضوا عليه وبيعذبوه، ولما بيشوف الضابط اللي ضربه علامات على جسمه بيعرف منه إنه ضابط في الجيش وبيقول له إحنا عذبناك كتير ليه ما قلتش إنك ضابط، لكن روني قال له إن التعذيب ده كان مجرد تدريب بالنسبة له. وبيجي المدير العام شيرجل وبيعرف اللي حصل وبيطلب الشرطي وروني، وبيقول لروني إنه مش بيحترم لبس الجيش وإنه مد إيده على ضابط، لكن روني بيكون جريء وبيرد بإن القانون بيقول إنهم ما ينفعش يقبضوا على ضابط جيش، وبيقول له شيرجل إنه خارج مكان خدمته بقى مواطن عادي، وبيشتكي للعقيد الخاص بوحدته فبيطلب منه العقيد يرجع خدمته في الجيش وإن أجازته كده خلصت. بيركب روني مع عثمان العربية عشان يروح مكان الخدمة بتاعه لكنه بيكون متردد وعايز يساعد نيها، وهنا عثمان بيقول له لما القلب والعقل يكونوا مختلفين بنضطر نسمع للقلب، فبيغير روني رأيه وبيقرر يكون مع نيها. وبيبدأ بالمكان اللي حصل عنده الحادث المدرسة، فبيدخل يكلم المديرة لكن هي بتنكر أساساً وجود طفل عندهم بالاسم ده وإن مفيش عمليات خطف حصلت هنا، فبيمشي من المدرسة وبيشوف قصاد المدرسة شركة حاطة كاميرات، فبيطلب روني من الحارس يشوف تسجيلات الكاميرا لكن صاحب الشركة بيشوفه وبيرفض، فبيرجع روني لنيها وبيقول لها اللي حصل مع المديرة لكنها بتقول له
إنها تصرفت كده عشان تبعد نفسها هي والمدرسة عن القضية، ولما بيطلب منها صور لرايا مش بيكون معاها غير صورة واحدة، وبيجي ساني أخو جوزها، ولما بتشوفه نيها بتطلب من روني يمشي لأن ساني خطير ومسلح ومش هينفع يشوفهم مع بعض. ولما بيدخل ساني لنيها بيكون روني مراقبه ومش بيرتاح له لأن ساني مدمن ونيها بتطلب منه يمشي. وبيقابل روني حد من الجيران وبيسأله عن رايا بنت نيها وآخر مرة شافها، بس هو بيقوله إن نيها ما كانش عندها أطفال، فبيفكر روني ينتحل شخصية ضابط عشان يقدر يشوف تسجيلات الكاميرا اللي صورت الحادث، وبيروح للحارس على إنه ضابط وبيقدر يشوف التسجيلات، لكن بيلاقي 3 ساعات مش موجودة وده الوقت اللي حصل فيه الحادث، وبيطلب من الحارس يدور على التسجيلات دي وبيديله فلوس. وفي الوقت ده بيروح روني عشان يراقب ثاني لأنه بيشك فيه وبيشوفه بيستلم بضاعة من عثمان صاحب محل العربيات، وبيروح يواجه عثمان عن علاقته بثاني وبيقوله ما يورطش نفسه وبلاش يتدخل. ولما بيسأله عن رايا بيقول له عثمان إنه ما يعرفش حاجة عنها. بينشر روني صور رايا في كل مكان وبيقول لنيها إن الطريقة دي هتخليهم يوصلوا لرايا، وبيكلمه شخص بيقول إنه والد رايا الحقيقي وبيوريه صورها وشهادة الميلاد، لكن روني مش بيصدقه لأن ما فيش صور مشتركة بينه وبين رايا، وبيكون في ناس عايزين يقتلوا روني لكن بينشغل القتلة للحظة، وبيكون عدى روني من قدامهم ومش بيشوفوه بيراقبوا شخص تاني وبيقتلوه. بيكلم شيكار روني لأنه بيتضايق من نشر صور رايا، وبيروح يقابله روني ضابط بشخصية مزيفة وبيحكي له شيكار إن مفيش عنده أطفال ومفيش بنت اسمها رايا، ولما حصل هجوم لنيها أثر على عقلها وخلاها تتخيل بنت مش موجودة غير في خيالها، وإن حصل لها اضطراب ومصممة إن ليها بنت، وإنها كانت بتحب مامتها اللي كان اسمها رايا تخيلت إن لها بنت بنفس الاسم. وبيصدق روني كلامه لأنه بيكون شايف إن نيها دايماً متوترة وإن مفيش دليل واحد على وجود رايا. وفي الوقت ده بيكلمه الحارس إنه لقى التسجيلات المفقودة، وبيروح روني عشان يشوفها لكن مش بتكون في طفلة في العربية مع نيها وقت الحادث، وبيتأكد إن كل ده من تخيلات نيها. بيروح روني عشان يتكلم مع نيها وهو متعصب وبيرمي مفاتيح العربية على الأرض، وبيواجهها إن ما عندهاش بنت وإن الكل بينكر وجودها، لكنها بتصر على وجودها وبتنهار وبتطلب منه يصدقها لكنه ما بيصدقهاش. فبيتعصب روني من إصرارها وبيحكي لها على التسجيلات وإن ما كانش في حد غيرها في العربية، فبتقوله إن رايا كانت موجودة في الكرسي الخلفي بتلعب مع عروستها، لكنه برضه ما صدقهاش وسألها عن اسم مامتها، فبصت له وفهمت هو يقصد إيه وقالت له اسمها رايا، وبتطلب منه يسيبها ويمشي. وهو بيجيب المفاتيح من على الأرض بيشوف علامات مرسومة على الحيطة وبتتعمل للأطفال عشان يتابعوا طولهم، فبيصدقها. وفي اللحظة دي كانت نيها رمت نفسها من الشباك وما بيلحقهاش، وبتتوفى نيها. وبيندم روني وبيحس بالذنب وان هو السبب في انتحارها، وبتيجي الشرطه عشان تحقق في الحادثه، وبيكون مساعد المدير لوها ماسك التحقيق وبيشك في شيكار زوج نيها لكنه بيقول انه كان مسافر، وبيكون متاثر من انتحار نيها، وبيطلب لوها تسجيلات الكاميرا وتقارير المكالمات لنيها، وبيعرف عثمان عن انتحار نيها، فبيروح لروني وبيعترف له انه شاف رايا مع ساني وان هو اللي خطفها بس كان خايف يتكلم يقتلوه. وبيتعصب روني وبيتضايق ان نيها انتحرت لان ما كانش في حد مصدقها حتى هو اللي كان لازم ما يشكش في كلامها. وبيقرر روني يواجه ساني وبيطرده عشان يعرف منه مكان رايا، لكن الشرطه بتمسكهم هما الاثنين لانهم بيكونوا شاكين في روني انه قتل نيها، وروني بيطلب منهم يحققوا مع ساني لان هو اللي خطف رايا، وبيطلب شرجل من روني دليل على ان ساني هو الخاطف، وبيبقى روني معاه عثمان اللي بيقرر يعترف على ساني، وبيقول شرجل لعثمان انه هيقول الشهاده دي في المحكمه، وبيستجوب شرجل ساني وبيكون لوها وروني شايفينهم. ولما بيسالوا فين رايا بيقول له ساني انه ما يعرفش، وبيتدخل لوها لان مش بتعجبه طريقه شرجل في الكلام مع ساني ببرود، وبيكون شرجل مقرب من ساني وبياخد ساني في لحظه المسدس بتاعه، وبيكون واقف شرجل بين لوها وساني اللي رافعين الاثنين المسدس، وبيحاول يهدي الوضع وبياخد مسدس لوها وبيقتل ساني. فبيستغرب لوها من تصرف شرجل، وبيدخل روني لأنه ما كانش عايز ساني يموت لأنه يعرف مكان رايا. بيتكلم شرجل مع روني وبيحاول يهديه، وبيحكي له روني عن نيها وقصة حبهم وإنهم كانوا هيتجوزوا لكن باباها تعب وطلب منها تتجوز شيكار ووافقت عشان ترضيه. وبيقول روني لشرجل إن أكيد شيكار عارف مكان رايا لكن مفيش دليل على كده، وبيوصل القاتلين عند عثمان عشان يقتلوه لأنه بقى شاهد على وجود الطفلة، وبيكون ليهم رئيس هو اللي بيديهم الأوامر دي وفعلا بيضربوه كتير. وبيدخل روني لعثمان في الوقت ده بيكونوا لسه القاتلين موجودين وجالهم أمر بقتل روني كمان، وبيحصل
بينهم قتال لحد ما روني بيقدر يدافع عن نفسه ويقتلهم وبيموت عثمان. فبيزعل عليه روني وبيشوف تليفون القاتل عليه رسالة فيها صورة لروني جديدة، وبيكون شرجل هو اللي مصوره، وبيعرف روني ان شرجل المدير العام هو المسؤول عن كل ده، وبيعرف المكان اللي بيكون فيه شرجل وبيروح عشان يواجهه، وبيعرف منه مكان ريا، وبيبقى المكان كله عصابات ومجرمين، لكن روني بيقدر يتعامل معاهم وبيقتلهم كلهم، وبيبعت شرجل رجال تاني عشان يقتلوا روني، وكمان طيارات فيها مسلحين، وبيطلع روني طيارة منهم وبيقتل كل اللي فيها وبيضرب نار على الطيارة التانية فبتنفجر. وقبل ما بيوصل البيت اللي فيه شرجل بيلاقي مسلحين تاني وبيواجههم برضه وبيقتلهم كلهم، لكن لما بيقرب لمكان شرجل بيخدعه وبيضربه برصاصة من غير ما بيشوفه، بس بيفضل عايش وبيكمل عليه شرجل وبيضربه، وبيحاول روني يقاوم لكن بيكون مش قادر، وبيقع وبيقرر يحكي له شرجل كل حاجة قبل ما يقتله، وبيقول له إن فعلا ساني خطف ريا لأن أخوه شيكار هو اللي طلب منه يخطفها، وكان بيكره نيها وعايزها تتجنن، وهو اللي كذب على الناس عشان ينكروا وجود ريا، وفهمهم إنها ماتت ومش عايزها تتعب لما تعرف بموت ريا، وساني كان هيموت ريا في يوم لكن شرجل ما وافقش، وكمان هو السبب في قتل ساني لأنه خدعه وهو بيحقق معاه وقال له يطلع المسدس عشان يقتله لأنه هو اللي رفع المسدس، وعشان ساني ما يكشفش سر تورط المدير العام وإن مدير العصابة كلها، بيحاول روني يقوم ويضرب شرجل، لكن شرجل كان أقوى منه وبيكون هيقتله، لكن بيدخل لوها وبيكون سامع كل ده ومسجل لشرجل كل اللي قاله وبيقتله، وبيكون شرجل آخر خيط لريا، فبيحس روني باليأس والإحباط، لكن أخيرا بيشوف ريا وهي جاية وبتكون مع شرجل كل الوقت ده، ولما بيشوفها روني بيرتاح بس بيكون تعب خلاص ومش قادر وبيروح المستشفى. بيحقق لوها مع شيكار وبيعترف إنه هو اللي خلى ساني يخطف ريا، كان عايز ينتقم منيها لأن بالصدفة وهو بيعمل تحليل الدكتورة قالت له إنه مستحيل يجيب أطفال، وبيقول إنه كان بيربي بنت هي بنت شخص تاني. بيروح لوها لروني في المستشفى وبيقوله اللي حصل وإن ريا تبقى مش بنت شيكار، وبيفتكر روني كلام نيها ليه إن علاقتهم كانت أجمل حاجة في حياتها ودلوقتي بقت ذكرى، وبيعرف إن ريا تبقى بنته، وبياخدوا لوها عشان يقابل ريا وبيشوفها من بعيد، فبيحط إيده على راسه فبيلاقيها بتعمل نفس الحركة، فبيبتسم روني وبيقرب منها وبتمسك إيده وبتفضل عايشة معاه، وبيحس روني بنيها حواليهم وبتكون مبسوطة. وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة. ما تنساش لو مش مشترك في القناة يلا اشترك وفعل الجرس عشان توصلك كل ملخصات HD فيلم.